تشويش الحصان العربي بالذات او اللي فيه الدم حار، سواء تشويش رفع الراس، الطفاقه، تشويه لاخره، الحراره الزايده اللي يسويها الحصان اذا شوش عربي او في دم عربي، موجوده في اي شيء له علاقه بالعرب. الذيب العربي لو تلاحظ، طبعا الذئاب بشكل عام اصلا فيها شيء، بس الذيب العربي بالذات موضوع الجباه او سرعه رده الفعل او البديهه عنده زي ما شئت. الثعلب في الصحراء، الثعلب الصحراوي خلينا نسميه، القط البري او القط الصحراوي، البس اللي في البر، قصدي البس بري مو بس عايش في مخيم، لا قصدي البس البري ذا اللي يجيك مشاعر وراسه عودنا طويله. النسر حتى الى حد ما اللي عايش في اماكن مفتوحه، الصقر، مع ان الصقر نسر اصلا مو بعربي بس يعني يسمون عرب كثر سلوكي العربي مع انه اصلا مو بعربي. الزبده اي شيء له علاقه بالعروبه، الصحراء، مكان مفتوح الى اخره. يعني نقول عروبه قصدي المحيط او الطبيعه العربيه، مو شخص عربي عايش في اوروبا، لا قصدي يعني طبيعه العرب اللي هي زيت العرب او الاشياء المقاربه لها، الصحراء الكبرى في ليبيا، الجزائر الى اخره، الاشياء مقاربه للفكره الصحراويه او الاماكن المفتوحه. موجوده في خيل عربيه قديمه، صور خيل البدو سابقا او مقاطع بعض الخيل، اذا احتر الحصان او اذا شوش تحس الوقفه هذه اللي تشويش، وقف ثم يلف يمين ثم يلف يسار ثم يشخر الى اخره. اذا عمر القيس زي ما ذكرنا لها منخر كوجار السباع فمنه تريح اذا تنبهر، لها منخر كوجار السباع، الوجار له جحر الضبع، السباع طبعا ما في سبع عنده او ما في شيء من السباع جمع سبع، عنده جحر للضبع، الضبع المخلوقات الاخرى ما عندها جحر، الذيب والاسد والنمر في ذاك الوقت لما كان موجود ما كان عنده جحر، الجحر للضبع بس. فمن هو تريحه اذا تنبهر، تنبهر يعني اذا خافت من شيء معين او شوشت او جفلت الى اخره. فالحصان العربي او اللي فيه دم عربي لما يشوش يسوي الحركه ذي، الانبهار، الشخره، رفعه الراس، الطفاقه، الحاره اللي يشوفها سواء هو مقيود او مركوب او حتى متروك. كبت صعب تتحكم فيه، كبت خطا بيحوسك، فما يفعله هو ما له علاقه بالدم او لا علاقه بسوء ركوبك من عدمه، لا تفقد التحكم بالحصان بسبب سوء ركوبك ثم تحط البلا فيه، البلا فيك انت مو بالحصان، والدليل ان انا مركبه شخص احسن منك عشان زين معك. لكن ابغى اتكلم عنه، تخيل انك حاط ماكينه حقت سياره سرعه، بورش، لامبورجيني الى اخره، وتدسم او هونداي سياره صغيره الى اخره، بتصير كانها علبه بيبسي خاض وفاتح غطاء طشر يروح يمين ويسار وينقلب يتشقلب الى اخره، لان الماكينه اقوى من اللي شايل الماكينه، البادي او الهيكل السياره الى اخره. نفس الفكره لو حطيت الماكينه نفسها دي على شاحنه او على سياره كبيره جيمس الى اخره، في خطوره انه يكون ماكينه قويه جدا والهيكل حق السياره مره قوي، ففي خطوره عليك على السياره على حولك الى اخره. هذا اقرب مثل اللي حاصل في الخيل العربيه اللي غيروها شكليا، او الخيل اللي فيها دم عربي تغيرت شكليا. الخيل العربيه قديمه، خيل طبعا نادر ما تحصل اصلا مقاطع قديمه مين موجوده، في صور ابيض واسود قبائل شيوخ الخليجي الى اخره راكب الحصان مصورين مثلا صوره، لكن مقاطع نادره. لكن حصلت المقاطع مرات تشوف التشويش اللي حاصل في الصحراء في بر، لكن تحس الراكب متحكم بالحصان عادي، وتحس الحصان لما يشوش ما في خطوره لان جسمه موازي او خلينا نقول مساوي لهذه التشويشه او القلق او الخوف او زي ما سماها عمر القيس الانبهار سمى ما شئت. عندما اخذوا هذه الخيل العربيه الاوروبيين يعني الاجانب وركزوا على صفات معينه هم شروها عشانها، الفنس الزايد، الشوال الزايد، دقه القوائم الزايده، اشياء يرونها جمال في الخيل العربيه لان يعني مو موجوده في خيلهم، وهم اصلا شروا الخيل العربيه من اجل الشيء هذا مو في خيلهم. زي ما العرب لما يشوفون الخيل الاوروبيه يبغون ضخامتها وجفاستها اللي مو موجود عندهم، اخذوا البرادين والبرادين اللي مفتوحه السلميه وغيره بعض المرات، هذول خذوا الشيء اللي مو موجود عندهم وركزوا عليه زيادة، فمع الوقت صارت القوائم الدقيقة اللي عجبتهم أدق مما كانت عليه، صار الفنس الزايد أو التقعر الزايد في الأنف والجبهة زايد عما كان عليه، شوال اللي كان صار يرفع ذيله صار يرفع أكثر من اللازم وقس على ذلك. مع الوقت أصبحت تركيبة الحصان هذا الجمال فيها يطقع القوة، الرشاقة فيها تطقع القوة، فما صار يشيل هذه النفسية، صارت ناحية البنية الجسمية للحصان مين موازية أو مساوية أو مقاربة لنفسية الحارة، صار يسوي شيء مو بقدر، صارت المهارة عندي أقوى من القوة بشكل زايد عن اللزوم، فلما يسوي شيء معين يلعب يشنع إلى آخره يجيب العيد بنفسه أو بالشخص اللي يقاوده أو راكبه إلى آخره، بس عادي لأنه بالنهاية هو أصلا منتج للجمال ما منتج للركوب، ركوب لعب بسيط وانتهينا، مو بحصان سباق أو حصان تحمل أو حصان ركوب فعلي إلى آخره.
فما يهم انه بالنهايه مو مقدر اللي يسويه عمره ما صار قد يسويه، ما راح يركب ركوب فعلي او جدي. النوع الثاني ثربت، طبعا ثربت مو عربي، ثربت باع عربيه او في دماغ عربيه قويه وبعضها حتى بار او انجلو اريبيان نص نص الى اخره، معناه صنع انجلو اريبيان جاء بعد الثربت، بس بعضها يكون يعني مو بعربي صافي من ذاك الوقت، مشروك ذاك الوقت يعني. وشبوها من افراس، بعضها دماء دافيه بعضها دماء بارده في اوروبا زي ما ذكرنا سابقا. ومع الوقت طلعت شات الثوربيد اللي صارت اسرع من الخيل العربيه، ومع الوقت شبوا الثوربيد هذا من عربيات، فطلعت الانجلو اريبيان يعني نصف عربي اللي احنا نسميه مشروك او نصف نص. المشروك النصف نص الى حد ما، والثوربيد بالذات فيه التشويشه هذيك، تشويشة الحصان العربي، الانبهار، الخوف، القلق الى اخره، لكن جسمه اقوى بمراحل على حسب المهاره، فأقوى بكثير جسميا، مو بزي الأوروبي طبعا أو الدماء الباردة، لكنه أقوى بمراحل الحصان العربي كسرعة، لأنه ما تجي السرعة فقط، لكن ما في رشاقة ومهارة الحصان العربي، فصارت ماكينة تشويش قوي جدا، لكن الجسم أقوى من هذا التشويش، فصارت حرارة ما يوازيها الجسم، الجسم أقوى منها، هذا اللي يخليه إذا شوش تشويش زايد ممكن يستعمل حماقته أو قوة جسمه الزايدة اللي تطغى على مهارته بشكل جنوني يضر ويضر نفسه. بس بالنهاية برضه في الإنسان حالهم عادي يطز، لأنه بالنهاية الحصان منتج لسباق السرعة، هو منتج لمسافات قصيرة في الهند، في إنجلترا، ثم مع الوقت لما صارت سباقات السرعة في مكان دائري فقط مكان مغلق صار الموضوع سهل جدا. من سابقا ما كانت سباقات السرعة أصلا مكان مغلق أو دائري، كان السباق يكون حتى لو كان قصير مكان مفتوح، والناس اللي يتفرجون أو الملاك إلى آخره يكون في المكان اللي يكون في نهاية السباق. بس مع الوقت صاروا قالوا شلون نجمع الخيل والجمهور والملاك في مكان واحد بحيث نشوفون سباق كامل من أول إلى آخره، يعني ما نبغاهم يشوفون بس نهاية السباق أو أوله، ناس قاعدين في الأول، ناس قاعدين في النهاية، ناس قاعدين من النص، نظام كروس كانتري حاليا في إنجلترا، لا يبغون الناس يشوفون سباق كامل من البداية للنهاية، ما كان في تلفزيونات سابقا، فكيف نخليهم يشوفون السباق كامل؟ سووا الميدان الدائري، فيصبح الشخص هو جالس يشوف الخيل يوم تنطلق لين تخلص في ميدان دائري، كذلك الجمهور يكونوا متفرجين على السباق من أول للنهاية. إذا كنت أتوقع لو كانت التلفزيونات موجودة في ذاك الوقت من البداية كان ما اضطر أصلا يسوون الميدان الدائري، يقدر الشخص بالتلفزيون يخليك تشوف سباق من أول إلى آخر بدون ما تضطر إنك تكون ميدان دائري، مع إنه ممكن الجمهور نفسه اللي يحضرون يبغون يكون مكان دائري عشان يشوفون الزبدة. صار المكان الدائري يساعد الموضوع هذا زيادة، فصار الحصان نعم طاقته قوية جدا وجسمه أقوى من طاقته، بس عادي إنه مطلوب منه سرعة عالية مكان مغلق وانتهينا، ما في خطورة. الحصان العربي اللي حافظ على وضعه جزيري ما طلع من جزيرة العرب، دمه صافي، تركيبته كما هي، أو حتى مصري صافي وتركيبته ما لعبوا فيها مره زي خيل الصعيد او خيل العرب الطحاويه الى اخره في مصر، الخيل المصريه الصافيه اللي ما لعبوا به تركيبها، بعضها تركيبها زينه بس دمها لعبوا فيه، وبعضها دمها قوي وصافي لكن تركيبها لعبوا فيها وخلوها زي خيل الجمال او خيل مسابقات جمال عروض جمال الى اخره، هذا برضه ما راح ينطبق على كلامي، انا قصدي الحصان اللي دمه صافي فعليا وتركيبته مقاربة للخيل الجزيرية القديمة، الخيل العربية القديمة الجزيرية أو اللي راحت بولندا أو أوروبا أول ما راحت، أو اللي راحت مصر أول ما راحت، مصر في الصورة القديمة أو الجزيري الحالي اللي ما لعبوا فيه، تحس في توازن بين هذا القلق أو هذه الشخرة أو ذا اللعب وجسمه، فلما يسوي شيء معين قد يسويه ما راح تطغى قوته على حرارته أو قلقه فيجيب العيد بنفسه وفيك، ولا راح تطغى رشاقته أو مهارته على قوته وقلقه فيجيب العيد بنفسه وفيك، يكون في توازن. طبعا ما اتكلم عن موضوع التحكم، التحكم بتحكم بالثلاثه مفترض الى حد كبير، وعدم التحكم اذا كنت تركب خطا انت متحكم بالثلاثه، بس اتكلم تحكمت او ما تحكمت، الرشيق اللعب بيجيب العيد نفسه، القوي اللعب بيجيب العيد نفسه، بينما اللي بينه وبين اللي جامع بين القوه والرشاقه بالشكل الطبيعي اللي مفروض يكون اصلا هم غيرون البشر تلاعبوا فيه تحس باطمئنان له. والدليل اسال الشخص اللي جربها في الوقت الحالي، ايش الشخص يركب خطا وكلها حاسته لما خافت، بتلاحظ انه مره مطمئن مع الجزيري المتناسق او المصري المتناسق، لكن لما يكون راكب ثربيد او حصان جمال يحس الحصان اصلا يلا يدبر عمره كيف يدبرني فوقه. واسال اللي ركوبه زين متحكم في الثلاثه وضعه مضبوط، قل لي نفسيا مطمئن لاي واحد، تدرك انه مطمئن الجزيري او المصري الصافي او حتى البوليش اللي تركيبته جيده وقد اللي يسويه اكثر من خيل الجمال وخيل السرعه، لانه ببساطه يحس الحصان قد اللي يسويه، فهو مدبر عمره ما احتاج اساعده على تدبير عمره زياده، لكن لما يكون هو مو مدبر عمره وانا من مدبر عمره هذه مشكله، وهذه نقطه تخليني اتورط في الموضوع اكثر من الحصان الثاني. ما يعني ابدا زي ما قلت انه بيتدخل بتحكمي، التحكم المفترض يتم عن طريق الطريقة نفسها، الطريقة ما يأثر عليها
ركوب تركيبة الحصان من عدمها كنتيجة، بس كدرجة ممكن. بمعنى أني أنا راكب الحصان، اختلاف الوقوف تحصل مع الجميع، بيروغ فشل مع الجميع، بينطلق فشل مع الجميع، لكن بيروغ أو ينطلق أو يقمص فشل، هذا لأن فشل اختلاف الوقوف دبر عمره، هذا لأن فشل وانصدم من يتحكمت فيه شنع وطح عليك، أو هذا فشل انصدم من يتحكمت فيه لعب لعب قوي واخذ التوازن تعكرف أو دقريوس سريع وتعكرف وهكذا. فما أتكلم عن النتيجة، أتكلم عن الإرضاء على بلاطة. يعني الكلام اللي يقوله أقل واحد يعاني فيه اللي يركب بالطريقة هذه، يعني بالعكس أنت ما راح تعاني فيه إنك تتحكم بالحصان، اللي بيعاني فيه اللي يركب خطأ أصلاً. فإن قيل إن لا علاقة بالركوب، لا، أقل طريقة تعاني من الشيء هذا هي الطريقة الطرق الركوب صحيحة. لكن أنا قصدي إنه إذا قارنت نفسك بنفسك بيتضح لك إن الجزيري الصافي اللي ما لعبه بتراكيبه، أو المصري الصافي اللي ما لعبه بتراكيبه، أو البولندي أو الأوروبي اللي لعبه بدم لكن تركيبته جيدة، فرنسي مثلاً، بتلاحظ إنه في توازن بين طاقته هو أو حرارته أو قلقه شخص تسمه ما شئت وجسمه. الأشياء اللي لعبوا فيها البشر، عربي مخاط جمال أو ثوربيت أو حتى نص نص إلى حد ما، تحس إن في عدم توازن عن المسار. أنا ما أقول لعبوا فيه كسباق وجمال وسرعة، هو بالنهاية لعب على سنة، هو بالنهاية أصلا بالفعل هدفهم كان إنه يكون الناحية الجمالية تزيد، فسوى شيء إيجابي كذا اللي هم يعني. ذاك في سباق السرعة يبغون الحصان يزيد سرعته ونجحوا زادوا سرعته، بس على حسب شيء آخر. فقصدي إنهم تدخلوا في الطبيعة فزادوا شيء معين طبيعي على حساب إنهم خسروا أشياء أخرى طبيعية، فالمحصل النهائي شيء مو طبيعي، سرعة مو طبيعية أو جمال مو طبيعي. يفضل راعي الجمال والسرعة الغير طبيعية يفضل راعي السرعة، لكن ما يفضلها الناس اللي يبغون الشيء الطبيعي في توازن.